أوضح دكتور أحمد عاشور منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة البحيرة في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أنه تم الانتهاء من تطوير ستة مراكز في في المحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشار عشور إلى أن مجمع الخدمات يشمل معظم الخدمات ويوفر الخدمة بشكل مميكن للمواطنين محافظه البحيره كان عندنا ست مراكز كمرحله اولى أه تم يعني تطوير عدد كبير جدا من القرى والتوابع زي ما حضراتكم شايفين يعني كنموذج من هذه القرى قريه الابعاديه النهارده بنتكلم يعني في مجمع خدمات مواطنين اللي هو تطوير للخدمات التي كانت تقدمها الوحدات المحليه سابقا بالشكل النمط التقليدي اصبح الان تقديم الخدمه بشكل مميكن بشكل يعني هيكلي بسيستم كل حاجه يعني الى قدر كبير جدا منظمه متوفر معظم الخدمات زي السجل المدني زي مكتب الصحة زي الشهر العقاري زي كل الخدمات اللي ممكن كان أي مواطن بيحتاج أنه يسافر أو ينتقل لمسافة أخرى عشان يقدر يحصل عليه حقيقة يعني زي ما شفنا من يعني من شوية برضه حركة فضلت بطرح الكلام عن القطاع الصحي والمركز الطب الأسرة وكذلك الوحدة الصحية ومركز الشباب والقطاع التعليم حقيقة يعني شفنا في الست مراكز وده يعني مش كلامنا كان المواطنين لو حضراتكم نزلتوا يعني وتفاعلتوا وسالتوا الناس هتلاقوا فعلا فرق كبير جدا جدا بين انطباع الناس قبل كده وانطباعهم بعد ما شافوا وعاشوا اثر التنميه الحقيقيه على الارض